لمزيد من الحديث عن المنتخب الوطني ينضم إلينا عبر سكايب المدرب أقول عبد النور كريباز. أهلا بك سيدي معنا عبر المباشر. مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين قناة الشروق، ونشكركم على هذه الدعوة اللي تعطينا يعني فرصة باش ندخلوا على 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 سكايب. عبد النور، ربما نبدأ من أين انتهى الناخب الوطني جمال بالماضي الذي تحدث في تصريحات ربما نصفها بالخطيرة عن وجود خائن داخل بيت المنتخب الوطني يقوم بإخراج معلومات تتعلق بتشكيلة المنتخب قبل المباريات؟ صراحة والله تفاجأت بالتصريحات تاع الناخب الوطني حول هذا الأشياء. نظن أنا بالنسبة لي كان بإمكانه أنه يتفادى هذه التصريحات على الإنسان اللي خرج التشكيلة. حقيقة يعني شيء غير مقبول أنه تخرج أسرار من داخل الفريق، ولا يعني يوم المباراة أو يعني لا فيديو ماتش. نظن الشيء هذا غير مقبول، أنه الطاقم الفني ولا كاش يعني فرد من الطاقم اللي راه يخرج المعلومة. ولكن أنا كنت نتمنى أنه جمال بالماضي يتفادى كل هذه التصريحات اليوم في مطار هواري بومدين على هذه الأشياء، يعني اللي غير أنا بالنسبة لي غير لائقة، اللي ترى دارت بوليميك اليوم صبيحة اليوم عبر يعني صفحات التواصل الاجتماعي. أنا كنت نتمنى أنه يتكلم لنا كثير، تكلم البارح بعد المباراة أنه يتكلم لنا على المباراة وما فائدة المباراة تاع الأمس وما هو المستقبل، رغم أنه هذه الأشياء رغم أنه التشكيلة خرجت يعني قبل المباراة، لكن اليوم الفريق الوطني فاز بالمباراة وكنا يعني في المستوى ودرنا يعني فريق المباراة مثالية. منذ مدة ما درناش مباراة كما هذه. كريبازا مباراة ودية فقط، يعني ودية يعني نعم. ودي صحيح يعني ودية، ما نقولوش ودية، نقولوا تحذيرية لي يعني للمستقبل تاع الفريق الوطني انه كاس افريقيا. انه حقيقة يعني انا بالنسبة لي الاسرار، أن اللوم الشيء اللي خرج من داخل الفريق الوطني، أما اللي دارها على صفحات التواصل الاجتماعي نظن هذا شيء أنا بالنسبة لي عادي. نعرفوا أنه فرق كبيرة تشامبيونز ليغ الأوروبية، أن كنا نعرفوا أنه يعني 4 ساعات أو 5 ساعات قبل مباراة مانشستر سيتي أنه محرز راح يلعب أو ما يلعبش. يعني شيء هذا أشياء أنا بالنسبة لي تافهة اللي نتكلموا عليها في كمسؤول كفريق كمدرب وطني، ان نلوم على الانسان او الفرد اللي راهو موجود في محيط تاع الطواقم. ربما لي الحديث عن الجانب الفني، لاي درجه ربما اقنع المنتخب الوطني من خلال فوزه في مباراه الامس وكذلك الاداء الذي قدمه رفقاء القائد رياض محرز؟ صراحة أنا تكلمت من قبل أنه 2 مباريات يعني مهمة للتونزاني والأمس ضد المنتخب السنغالي. ضمن اليوم الفريق الوطني بالأمس ده مباراة مثالية، عندنا كثير من المباريات ما شفناش فريق وطني بهذيك الروح، بهذيك الروح القتالية بالوجود، يعني تكتيكيا البلوك ديفونسيف كان في المستوى. اليوم يعني ديكوفرينا الحارس اللي كان ما كناش ما شفناش كثير في المنتخب، اليوم شفناه في 2 مباريات ما تلقاش اهداف، يعني 2 مباريات 0 اهداف. نظن حاجه يعني اليوم المباراه تاع الامس انه